75% من لقاحات الكورونا يلي انعطت بالعالم محصورة بعشر دول بس. تعالوا نشوف كيف الدول الغنية أخذت لقاحات الدول الفقيرة. إذا عم تشوفوا هذا الفيديو من بلد أوروبي، ففي احتمال كبير تكونوا أخذتوا لقاح الكورونا، أو على الأقل يكون متاح لكم. ومع أنه ممكن نحس أنه صار لنا دهر عم نعاني من هي الأزمة، الحقيقة أنه لقاحات الكورونا طلعت بزمن قياسي، خصوصي لما منقارنها مع الأوبئة اللي طلعت بالماضي واللقاحات تبعها. هذا الشيء صار بفضل الاستنفار العالمي والدعم المادي الكبير اللي تلقته شركات ومخابر الأدوية بالعالم. بس المشكلة أنه هذا الدعم نفسه هو اللي عم يخلي أزمة الكورونا تستمر لفترة أطول. كيف يعني؟ بال2020 الولايات المتحدة عملت صفقة مع شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا وعطوهم 1.2 مليار دولار ليساعدوهم بعملية تطوير لقاح ضد فيروس الكورونا. بالمقابل أسترازينيكا وعدت الولايات المتحدة ب300 مليون جرعة أول ما يطلع اللقاح. بريطانيا كمان عملت صفقة مشابهة مع نفس الشركة مقابل 90 مليون جرعة. هذا النوع من الصفقات يلي بيصير بين دولة وشركة اسمه صفقة ثنائية، وبال2020 صار العديد من هي الصفقات بالعالم. ببداية 2021 96% من لقاحات شركة فايزر يلي المفروض يتم إنتاجها خلال السنة كانت منباعة، بينما شركة موديرنا باعت 100% من لقاحاتها. المشكلة انه وقت دولة مثل امريكا بتعمل صفقة من هذا النوع، ما في شيء بيضمن لها انه الشركة رح تنجح بتطوير اللقاح، واذا ما نجحت المصاري اللي دفعتهم هي الدولة بتروح عليها. لهيك بتعمل صفقات مشابهة مع كل الشركات المهمة يلي عم تشتغل على لقاح الكورونا لحتى تحسن فرصها بالحصول على اللقاح. ام بالنتيجة النهائية كمية اللقاحات يلي عند هي الدول صارت بتغطي عدد سكانها اكثر من مرة. كندا مثلا صار عندها اكثر من حاجتها بثمان مرات، بريطانيا صار عندهم أكثر من حاجتهم بسبع مرات، بينما دول تانية مثل الهند والدول الأفريقية عم بتعاني لتأمين اللقاح لمواطنيها، وعم ينتشر فيها الفيروس ويطلع منه متحورين جداد ممكن ما يكون اللقاح فعال معهم، وممكن بالنهاية يرجعوا ينتشروا بالعالم ويعملوا أزمة جديدة حتى عند الدول الغنية يلي مأمنة لقاحاتها من أول ما طلعوا. طيب معقول ما في حل دولي لتنظيم هي الأمور؟ بلى، في مبادرة اسمها كوفاكس تأسست لاحقاً من قبل منظمات دولية من بيناتهم منظمة الصحة العالمية، وانضم لها أكثر من 200 دولة. هدفها إيصال اللقاحات لكل دول العالم بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي. وفي جزئين لهي العملية، أولاً الدول الغنية بتتبرع على كوفاكس بدل ما تتبرع على شركات الأدوية بشكل مباشر، وكوفاكس بتعقد صفقات مع هي الشركات، وثانياً بتستخدم تبرعات من الدول الغنية لتشتري لقاحات للدول الفقيرة. وكثير دول تبرعت، الولايات المتحدة مثلاً دفعت أكثر من 4 مليار دولار لهي المبادرة. بس المشكلة أنه وقت انطلقت هي المبادرة العديد من الدول كانوا عاملين صفقات مع شركات الأدوية، ومع أنه انضموا لاحقاً لكوفاكس هي الصفقات ظلت موجودة، وحالياً هي الدول الغنية بلشت تحكي بجرعات إضافية داعمة للقاح لمواطنيها، بينما بالبلدان الفقيرة كل ما عم تطول هي الأزمة كل ما عم يزيد انتشار الفيروس وحالات الوفيات. بالنهاية حالة عدم المساواة هي ما جديدة، هي نفسها اللي بتخلي أطفال يموتوا من الجوع بدول أفريقية بينما أمريكا بتكب حوالي 40% من مخزون الطعام تبعها سنويا، وهي نفسها اللي بتأمن حياة كريمة وشغل وأمان لحدا وخطر وموت لحدا تاني بس لأنه ولدوا بأماكن مختلفة بالعالم. الفرق هالمرة أنه إذا الوضع تفاقم الضرر ممكن يرجع للبلدان الغنية عن طريق المتحورات الجديدة اللي ممكن تطلع. فهل هذا الشيء رح يجبر هي الدول تتخلى عن أنانيتها شوي وتفكر بالدول الفقيرة، ولا حتى خطر عودة الكورونا مانو كافي؟